لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب الدراسات الأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. كنا قد قدمنا في الدرس الماضي للشعر الأندلسي أو الأدب الأندلسي، ودرسنا اليوم هو اتجاهات الشعر الأندلسي، نتناول فيه اتجاه التقليد والمحافظة. إذن الدرس 21 واتجاهات الشعر الأندلسي، نتناول فيه اتجاه التقليد والمحافظة. فتح المسلمون الأندلس سنة 92 للهجرة، وظلت تحت راية الإسلام أكثر من 8 قرون حتى سنة 98 للهجرة، وهو تاريخ خروج المسلمين منها. وفي العصور الوسطى كان غالبية أهل الأندلس من النصارى، لذلك لم تترسخ دعائم اللغة العربية وآدابها إلا بعد أن توطدت أركان الدولة وعم الاستقرار، وتغلبت الحضارة العربية الإسلامية على مناحي الحياة المختلفة، وصارت اللغة العربية وآدابها الينبوع الذي يسجل ويصور ويعبر عن مباهج الحضارة. ولما شاع الشعر كان في أوله تقليدا خالصا للشعر في المشرق، حتى أطلقوا على نوابغ شعرائهم ألقاب شعراء المشرق، فكان غالب الأندلسي، وهو من أشهر الشعراء في الأندلس، فكان غالب الأندلسي يلقب بأبي تمام، وابن هانئ يلقب بالمتنبي، وابن هانئ هو من أشعر المغاربة على الإطلاق، وكان معاصرا للمتنبي، فكان ابن هانئ يلقب بمتنبي الأندلس، وابن زيدون يلقب ببحتري الأندلس. إذا كانوا يطلقون على شعرائهم ألقاب شعراء المشرق تشبيها لهم، أو لأنهم أقرب إليهم في استخدام المعاني والصور والألفاظ. وهذا الأمر لم يقف عند الشعراء، بل كان معروفا في ألقاب الخلفاء، فعرف عندهم أيضا المنصور والمهدي والمأمون، فكانوا يسمون خلفاءهم أيضا أو يلقبون خلفاءهم بألقاب خلفاء المشرق. فكان شعراء الأندلس وأهلها يتتبعون أهل المشرق ويقلدونهم، ولم يكن تقليدهم تقليد عجز، بل تقليد من يرى أن المشرق قدوة وأنه المرجع الأعلى لهم. كانوا ينظرون إليهم على أنهم المثل الأعلى في كل شيء، وكما سرى ذلك على الشعراء فإنه كان سائدا على اللغويين والنحويين والصرفيين. ولذلك فإن الشعر الأندلسي في أول نشأته وانتشاره كان ذا طابع مشرقي خالص، حتى قيل إنه كان من الصعب أن تنسب القصيدة إلى بيئة الأندلس بقدر ما تمتاز بخصائص الشعر المشرقي. وقد ظهر ذلك في محاكاة بعض الشعراء الأندلسيين للشعراء في المشرق، مثل ما هو معروف عن الشاعر الأندلسي يحيى الغزالي،
هذا الشاعر دخل بغداد وقال شعرا يحاكي فيه أبا نواس، حتى ظن الناس أنه يروي شعره، لكنه قال لهم: خفضوا عليكم فإنه لي، فأنكروا ذلك فأنشدهم قصيدته التي أولها: تداركت في شرب النبيذ خطائي، وفارقت فيه شيمتي وحيائي. أضف إلى ذلك المعارضات التي قلد فيها الأندلسيون المشارقة في الموضوع والوزن والقافية، من ذلك ما فعله سليمان المستعير الأموي، وهو الملك سليمان بن الحكم المرواني آخر ملوك بني أمية في الأندلس. هذا الملك عارض شعرا قاله الرشيد في جواريه، ويحكى أن للرشيد ثلاث جوار اشتد شغفه بهن فقال فيهن: ملك الثلاث الآنسات عيناني، وحللن من قلبي بكل مكاني. وكان مما قال في هذه القصيدة، وهي قصيدة جميلة: ما لي تطاوعني البرية كلها، وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه عززنا أعز من سلطاني. ملك الثلاث الآنسات عيناني، وحللن من قلبي بكل مكاني، ما لي تطاوعني البرية كلها، وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه عززنا أعز من سلطاني. فأنشأ المستعين يعارضه بها قائلا: وتملكت نفسي ثلاث كالدمى، زهر الوجوه نواعم الأبدان. وهي أيضا قصيدة جميلة، يقول في أولها: عجبا عجبا يهاب الليث حد سناني، وأهاب لحظ فواتر الأجفان. وتملكت نفسي ثلاث كالدمى، زهر الوجوه نواعم الأبدان. حكمت فيهن السلو إلى الصبا، فقضى بسلطان على سلطاني. فأبحن من قلب الحمى وثنينني في عز ملكي كالأسد العاني. لا تعدلوا ملكا تذلل للهوى، ذل الهوى عز وملك ثاني. وكان الشاعر الأندلسي في معظم قصائده المدحية مقلدا للمشارقة، وبخاصة في بنية القصيدة، حيث تجده يقدم بالأطلال والنسيب ووصف الرحلة، ثم يخلص إلى المدح. وهذا ما عرفت به القصيدة العربية، أو ما يسمى بالمقدمة الطللية. فالشاعر العربي يبدأ بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار، ثم يتغزل ويصف الرحلة، ثم يخلص إلى غرض القصيدة مديحا أو هجاء أو غير ذلك. ولما كانت البيئة الأندلسية تنعم بالترف وجمال الطبيعة وحسن فتيانها وفتياتها، فإن الشاعر الأندلسي استغل هذه المظاهر، ولجأ إلى الشعر المشرقي مقلدا لموضوعاته الغزلية، وبخاصة الجانب الغلماني، كما قلده أيضا في وصف الخمر ومجالسها. كل هذا لا يعني بقاء الأندلسيين يقرضون شعرهم وهم يرتدون عباءة المشرق، وإنما ذلك كان من سنن المرور إلى مرحلة التمييز والاستقلال التي ظهرت جلية واضحة في معظم نتاجهم الشعري، وإن ظل بعضه مقلدا في جزئيات منه. ومع ذلك عزيزي الطالب، تفردت الشخصية الشعرية الأندلسية بسماتها. إذن تفردت الشخصية الشعرية الأندلسية بسماتها، وذلك كما هو معروف في شعر الطبيعة والمراثي والاستغاثة، وكذلك الغزل والمدح. وحين يستوقفك شعراء من أمثال ابن زيدون وابن خفاجة والأعمى التطيلي وابن حمديس وأبي البقاء الرندي ولسان الدين الخطيب وابن قزمان، تلاحظ ذلك التمييز وتلك العبقرية الشعرية الأندلسية.
ولو أردنا عزيزي الطالب أن نركز على الأمور المهمة في هذا الدرس لقلنا هي: كان الشعر الأندلسي في أوله تقليدا خالصا للشعر في المشرق. هذه الفكرة هامة جدا. كان الشعر الأندلسي في أوله تقليدا خالصا للشعر في المشرق. ونحفظ ألقاب الشعراء الأندلسيين: غالب الأندلسي يلقب بأبي تمام، وابن هانئ يلقب بالمتنبي، وابن زيدون يلقب بالبحتري. أيضا الفكرة الثانية المهمة: الشاعر الأندلسي في معظم قصائده المدحية أو المديحية كان مقلدا للمشارقة، وخاصة في بنية القصيدة. إذن نركز على هذه الفكرة أيضا: الشاعر الأندلسي في معظم قصائده المديحية كان مقلدا للمشارقة، وخاصة في بنية القصيدة. الفكرة الثالثة والأخيرة: تفردت الشخصية الشعرية الأندلسية بسماتها، كما في شعر الطبيعة والمراثي والاستغاثة، وكذلك الغزل والمدح. بهذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من الاتجاه الأول من اتجاهات الشعر الأندلسي، وهو التقليد والمحافظة. في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل لنتعرف على الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه نحو التوسع والتطور. إلى ذلك أشكر لكم متابعتكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.